يعني احنا ندير 8 مناطق صناعية في مملكة البحرين. عندنا منطقة 3 مناطق رئيسية جديدة للتوسع، واحدة في جنوب ألبا جنب ألبا، وهذه سوف تخصص إلى الصناعة التحويلية في الألمنيوم. عندنا منطقة التجارة العالمية الأمريكية في قرب ميناء خليفة بن سلمان، وهذه تم تدشينها وإطلاق الفيز الأول منها. الأولية ذيك تقريبا 500,000 متر، هذه مليون و100,000 متر، الفيز الأول منها تقريبا 10% 100,000 متر موجودة، والباقي بيصير دفان، وتم الإعلان عنها وتدشينها قبل زيارة سيدي صاحب السمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة مؤخرا. والمنطقة الثالثة هي فشت العظم، وهذه منطقة كبيرة وسوف تنجز على مراحل أيضا على فيزز. في جزء منها جاهز الآن كبنية تحتية وكمدفون، والأجزاء الجاية بتي، بس هذه المنطقة لحالها بتكون أكبر من 8 مناطق اللي موجودة اليوم في البحرين، وهذا على مدى يعني سنوات طويلة إن شاء الله للأمام. دور الوزارة هو تحفيز السوق، تنشيط التبادل التجاري المحلي والخارجي، حماية المستهلك، حماية المنتجات والعلامات التجارية، تسهيل الإجراءات في تسجيل الشركات، هذه في الشق التجاري. في الشق الصناعي طبعا تهيئة البنية الصناعية، ومؤخرا أطلقنا استراتيجية الصناعة للأعوام 2022-2026، إدارة المناطق الصناعية. الهدف هو كله الوصول إلى اقتصاد متنوع، اقتصاد فيه فرص عمل للمواطنين، اقتصاد متجدد يخلق المزيد من الفرص للمستثمرين والفرص العمالة أيضا، واقتصاد متوجه نحو التصدير بسبب حكم صغر المساحة الجغرافية والسوق البحريني. نحاول أن نحفز الشركات كلها بغض النظر عن حجمها أو نشاطها سواء خدمات أو منتجات إلى التوجه إلى التصدير وللعالمية.